السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هتكلم على افضل الاغذيه لمريض السكر. الاغذيه اللي انا هتكلم عنها النهارده كلها لها دور مهم قوي في التحكم في سكر الدم وضبط سكر الدم لمريض السكر. الاغذيه اللي انا هتكلم عنها النهارده مش بس مفيده لمريض السكر، الاغذيه دي مفيده لينا كلنا، لحمايتنا من مرض السكر، لحمايتنا من مقاومة الإنسولين، لحمايتنا من السمنة، لأن تظبيط سكر الدم له دور مهم أوي في حمايتنا من كل الأمراض المزمنة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. مريض السكر لازم يعرف أن مش بس الأدوية هي العلاج، الأدوية بالذات السكر النوع الثاني، الأدوية تمثل جزء بسيط من العلاج. مريض السكر النوع الثاني لازم يعرف أن أساس علاجه هو نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والهدوء النفسي والنوم بصورة صحية. ده بيفرق كتير قوي لمريض السكر في ضبط سكر الدم. مهم قوي مريض السكر يعرف ياكل ايه وما ياكلش ايه، ويشرب ايه وما يشربش ايه، وايه هي افضل المكملات، وايه هي افضل الاعشاب، وايه هي افضل التوابل. ده مهم قوي لمريض السكر لضبط سكر الدم، وده انا تناولته في فيديوهات سابقه. ان شاء الله النهارده هركز على افضل الاغذيه لمريض السكر اللي بتساعد على التحكم في سكر الدم وضبط سكر الدم ومنع ارتفاع سكر الدم. هقسمها إلى مجموعات. أول مجموعة البروتينات. أفضل أنواع البروتينات لمريض السكر هو الأسماك الدهنية. الأسماك الدهنية زي السلمون زي السردين. ميزتها إيه الأسماك الدهنية؟ إن هي بتدي إحساس بالشبع فترة طويلة، فبالتالي بتساعد على التحكم في سكر الدم، بالإضافة إلى إن هي بتحتوي كمان على الأوميجا 3، والأوميجا 3 بتقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم وبتساعد على زيادة سيولة الدم، وده له دور مهم جدا في حماية القلب والأوعية الدموية لمريض السكر ولينا كلنا. جمعية القلب الأمريكية من كتر ما الأسماك الدهنية مفيدة أوي لمريض السكر، أوصت جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع عشان تساعد مريض السكر على التحكم في سكر الدم وتحميه من مضاعفات السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية. تاني نوع من البروتين مفيد أوي لمريض السكر واتعمل عليه دراسات كتيرة، وهو البيض. البيض نظرا لأن هو بيساعد على زيادة حساسية الإنسولين في الدم، وبيدي أيضا إحساس بالشبع فترة طويلة. الناس كلها خايفة من البيض. البيض بيعلي الكوليسترول النافع وليس الكوليسترول الضار. بيعلي الكوليسترول عالي الكثافة أو الـ HDL كوليسترول. نوع الكوليسترول ده المفيد ده بيعمل زي المكنسة، ينظف الأوعية الدموية كلها من الكوليسترول الضار، فده مفيد لصحتنا. مريض السكر بينصح ان هو يتناول بيضتين يوميا. البيضتين دول هيساعدوا على الإحساس بالشبع ويزودوا حساسية الإنسولين في الدم، ويدوله نسبة بروتين حلوة قوي تساعد على بناء الكتلة العضلية لمريض السكر. بيفرق كتير قوي في إحساسه بالشبع فترة طويلة، وبيفرق كتير قوي في ضبط سكر الدم والتحكم في سكر الدم. هتنقل لمجموعة تانية مهمة وهي التسالي. أفضل أنواع التسالي لمريض السكر نوعين. أول نوع وهو الترمس. الترمس بالليمون بالكمون، ملو الإيد كده وهي مضمومة بين الفطار والغداء أو بين الغداء والعشاء، وبالذات الترمس المر. الترمس المر إحنا بعد ما بننقعه بيبقى طعمه معقول، وبيبقى فيه نسبة مرارة بسيطة كده. المرارة البسيطة دي عبارة عن مادة فعالة بتزود حساسية الإنسولين في الدم وبتساعد على ضبط سكر الدم ومنع ارتفاع سكر الدم. تاني نوع من التسالي مفيد قوي لمريض السكر وهو المكسرات، وبالذات الجوز واللوز او الجوز او عين الجمل.
المكسرات دي لها دور مهم جدا في ضبط سكر الدم، لأنها بتدي إحساس بالشبع فترة طويلة، بالإضافة إلى أن هي بتزود حساسية الإنسولين في الدم، بالإضافة إلى أنها بتحتوي على نسبة عالية جدا من الأوميجا 3. والأوميجا 3 زي ما قلت سابقا لها دور مهم جدا في حماية القلب والأوعية الدموية. هتنقل لمجموعة بقى ضرورية جدا ومفيدة جدا لمريض السكر عموما وبالذات السكر النوع الثاني، وهي الخضروات. أفضل أنواع الخضروات لمريض السكر هو الخضروات الورقية الخضراء، وأفضلها الجرجير. الجرجير فيه مادة، فيه طعم مر بسيط كده، الطعم ده عبارة عن مادة فعالة بتزود حساسية الإنسولين في الدم. أيضا البروكلي والقرنبيط والكرنب، وأنا بنصح بمريض السكر بطبق السلطة الخضراء أساسي في كل الوجبات. مريض السكر لو عمل طبق سلطة خضراء مكون من 7 ألوان، يعني غني بمضادات الأكسدة، غني بالأملاح المعدنية، غني بالفيتامينات، وضاف لطبق السلطة ده ليمون وزيت زيتون وقليل من خل التفاح العضوي، هيفرق كتير قوي في ضبط سكر الدم. وهقول لك كده جملة جميلة جدا لو التزمت بيها هتساعدك على ضبط سكر الدم بنسبة 50%. احلف على نفسك مش هتاكل أي حاجة فطار غدا عشاء قبل ما تشرب 2 كوباية مية وتاكل سلطة خضراء بالمواصفات اللي أنا قلتها. طب ليه الطبق ده مفيد؟ لأن هو غني بنسبة الألياف اللي هي بتدي الإحساس بالشبع، وبتقلل من امتصاص النشويات اللي موجودة في الوجبة، وبتقلل من امتصاص الدهون الموجودة في الوجبة، وغنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتزود حساسية الإنسولين في الدم. هتنقل لأفضل الزيوت لمريض السكر. إيه هي أفضل الزيوت لمريض السكر؟ أفضل الزيوت لمريض السكر هو زيت الزيتون، ومش أي زيت زيتون، لازم يكون زيت زيتون بكر فيرجن أو إكسترا كمان فيرجن، ويكون معصور على البارد، ويكون معبأ في زجاجة غامقة، لأن زيت الزيتون بيتأكسد بالضوء. زيت الزيتون بالمواصفات دي مفيد جدا لمريض السكر، بيديله الإحساس بالشبع، بيزود حساسية الإنسولين، فبيساعد على ضبط سكر الدم. ويفضل تناوله بصورة فريش، طازجة باردة على البارد، يعني يضاف للسلطة مثلا على سبيل المثال، ولا يوضع على النار، لأن لما بيوضع على النار بيتحول إلى مادة مؤكسدة مسرطنة. آخر حاجة التوابل. إيه هي أفضل التوابل لمريض السكر؟ نوعين مهمين أو المريض السكر ولازم يبقوا موجودين في النظام الغذائي بتاعه، وهو القرفة والكزبرة. القرفة والكزبرة من التوابل اللي بتساعد على زيادة حساسية الإنسولين في الدم وضبط سكر الدم. لازم يضافوا الأكل مريض السكر كله، ولازم يبقوا من التوابل الأساسية اللي موجودة لمريض السكر. الخلاصة إيه؟ مريض السكر لازم يعرف إن الأدوية بالذات السكر النوع الثاني، الأدوية تمثل نسبة بسيطة جدا في علاجه، وعلاجه الأساسي هو النظام الغذائي الصحي مع ممارسة الرياضة، مع النوم بصورة جيدة، مع الهدوء النفسي. ولازم يعرف كمان ان في أغذية تانية أخرى تعتبر أسوأ الأغذية لمريض السكر، ولو هو لم يتجنبها هتؤدي إلى رفع سكر الدم، ودي هتناولها في فيديو آخر. ومش هي بس السكر زي ما مريض السكر متخيل، السكر طبعا أسوأهم، بس في أغذية تانية واقع فيها مريض السكر هتكلم فيها في فيديو آخر، بتؤدي فعلا إلى رفع سكر الدم وتخلي مريض السكر أكثر عرضة للمضاعفات. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع.